واحنا صغيرين ما كانش ينفع نقول ان في رمضان من غير فوازير، وما كانش ينفع يبقى في فوازير من غير نيلي. طبعا كان في نجمات تانية كتير قدموا الفوازير ونجحوا فيها، لكن نيلي كانت جزء اصيل من شاشة رمضان، ودخلت بعفويتها وخفة دمها كل بيت في مصر، وبقت علامة كده وجزء من اهم ذكريات رمضان. هي جزء أصيل من شاشة رمضان، دخلت بعفويتها وخفة دمها كل بيت مصري، وأصبحت جزءاً من طقوس رمضان، وبعد سنوات أصبحت من أهم ذكرياته. هي نجمة الفوازير نيلي. كانت بدايات نيلي مع المبدع فهمي عبد الحميد في العام 1975 بفوازير صورة وفزورة، ثم صورة وفزورتين، واستمرت في تقديم الفوازير حتى عام 1996، والذي قدمت فيه آخر أعمالها فوازير زي النهاردة. بدأت نيلي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة، وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية كبيرة وتهوى الغناء والرقص. حنتش بنتش قرب وانتش فهمن ولا موش فهمنتش. وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما، واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل. قامت نيلي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في عام 1966 في فيلم المراهقة الصغيرة، ثم قدمت معظم الأفلام بعد ذلك بشكل استعراضي، حتى كانت محطة الفوازير التي أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين.